الزميل شريف شعبان موفد قناة الأهلي، معاه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. ما نقدرش نتأخر على الكابتن سيد، اتفضل يا أستاذ شريف. مشاهدي قناه الاهلي، يمكن من داخل غنيه الاستوائيه معي مدير الكره الكابتن عبد الحفيظ في تغطيه خاصه وحصريه شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن سيد بنحييك، سبقت البعثه بيوم، ملعب المباراه اللي بنلعب عليه بنتمرن عليه تمرينتين النهارده وبكره ما بتحصلش طبعا، الناس متعاونه مع حضرتك طبعا، علاقاتك او جيت عرفت تستغل المخرج اللي تطلع منه ونعرف نتمرن على ملعب تمرينتين مش تمرينه واحده. يعني طبعا يمكن بشكر برضو كل المسؤولين هنا، الناس كانت عندها استعداد رهيب جدا في التعاون، حتى تعرف القواعد بتقول ان انت تتمرن مره واحده، لكن هم الناس فتحوا لنا الملعب وفتحوا لنا الملعب على يومين، حتى اي حاجه بنطلبها بيستجيبوا بشكل كويس قوي، الناس الى حد كبير جدا مسلمين جدا، اسم الاهلي كمان فارق معاهم بشكل رهيب قوي، ان شاء الله الرحمن تتختم بلقاء كويس باذن الله ونحقق المكسب باذن الله. ارضيه الملعب بنجي لها غريبه شويه؟ لا، هي ارضيه الملعب الى حد كبير مقبوله بالنسبه طبعا لملاعب كتيرة واستادات كتيرة إلى حد كبير كويسة، طبعا هي تلعب عليها كأس أمم أفريقيا هنا 2015 متهيألي، يعني كانت هنا في غينيا، يعني إن شاء الله الرحمن نكون كويسين، الملعب يساعدنا والأجواء تكون في صالحنا، المناخ حتى الملعب المباراة بقت الساعة 5 ودي حاجة كويسة. الأربعة المحترفين جم الحمد لله، أزارو، ديانج، معلول، جيلاردو. يمكن شايف ديانج نزل في تمرين، شايف معلول نزل في تمرين، هو بس أزارو أزارو عشان حتة طبية شوية، عنده جزف أو عنده حاجة خفيفة في الرباط الداخلي كده، ممكن بكرة يبقى موجود معانا إن شاء الله الرحمن. جيرالدو يمكن امبارح قدم مباراة كويسة وجاب جول كويس قوي، فبرضه كان في حالة تعب، رحلة طيران بعيدة قوي وطويلة قوي، لكن إن شاء الله الرحمن بإذن الله على بكرة كلهم هيكونوا موجودين معانا بإذن الله. الراجل المرحلة الجديدة، جهاز فني جديد، الراجل بيساب كل كبيرة وصغيرة على طول، اجتماعات مع حضرتك مع اللاعبين، بيتكلم في كل تفصيلة، بيتفرج على كل حاجة، متفائل بهذه المرحلة. هختم بالكلام اللي انت قلته، او هبدا بالكلام اللي انت قلته اللي هي التفاصيل اللي في عالم كره القدم مهمه جدا، قد تكون مش مجديه او كبيره عند بعض الناس، لكن في الكره مهمه جدا جدا جدا، التفاصيل الصغيره بتديك بطوله، التفاصيل الصغيره بتخليك متفوق على فرقه اثناء الجيم نفسه واثناء البطوله نفسها، او في الختام بيحصل النتيجه الايجابيه. ان شاء الله نكون موفقين، عندنا بدايه موسم في البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، مرحله ما قبل المجموعات ومرحله ما بعد المجموعات، لكن لازم تفكر فيها واحده واحده، لازم التركيز يكون عالي جدا. افريقيا في ثانيه الجو بيتقلب من سيطره الى عدم تفوق بالنسبه لك، فلازم تكون مركز من الثانيه الاولى لحد سفره الحكم باذن الله. اخيرا كابتن سيد، اخيرا معلش، استقبلت ازاي جدول الدوري الممتاز النهارده؟ بدايته قويه طبعا، لكن خلينا نقول برضو ان الحياه بتعلمك ان انت عندك مرحله دلوقتي اللي هي البطوله الافريقيه او مباراه في البطوله الافريقيه، وبعدين مباراه السوبر، وبعدين هنبص للجدول. جدول بدايته يعني اعتقد ان انت بتتكلم على سموحه، وبعد كده الانتاج، وبعد كده اسوان، وبعد كده الزمالك، وبعد كده الجونه، ما بين يعني هتحفظ يعني المباريات صعبه طبعا بالتاكيد، كل واحد له اهدافه، لكن خلينا ناخدها واحده واحده زي ما قلت لك، خلينا في افريقيا وبعدين السوبر وبعدين نشوف الدوري باذن الله. شكرا. مشاهدي قناه الاهلي، ده كان لقاء خاص وحصري مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ من داخل ملعب المباراه اللي هتقام عليه المباراه يوم السبت باذن الله الساعه 5 بتوقيت غينيا، السادسه بتوقيت القاهره. دعواتكم ودعوات كل المصريين باذن الله الاهلي يفوز على كانو سبورت بطل غينيا. دمتم في امان الله.